بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده السبت هنعمل لكم حاجات يا رب تعجبكم. النهارده انتوا عارفين ان موجه البرد القارصه اللي خلت الشعب المصري كله في البيوت، يعني امبارح انا كنت في مصر، كنت في القاهره وفي الجيزه وبلف كده بالعربيه، حسيت ان البلد رايقه فاضيه. لا والله، يعني انا بحب المطره، انا بحب المطره جدا لان الخير في المطره. فنزلت في الدنيا كانت بتمطر امبارح، نزلت بالعربيه لفيت شويه كده، كنت بقضي شويه مصالح يعني، بس كان الجو ممتع يعني بصراحه. ف تعز البرد ده لازم ناكل حاجه تدي طاقه. ايه اللي هناكله؟ هنعمل شوربه بلح بحر ولكن بالفلفل الاحمر والفلفل الحار. تعالوا نشوف مقاديرها ونشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من بلح البحر، نص كيلو من بلح البحر، وعندي بصلتين متقطعين شرايح، وعندنا كمان معلقتين زعتر وثلاث ثمرات فلفل احمر، فلفل احمر رومي متقطع شرايح برضو، وعندي كمان ثلاث معالق خل وثلاث ثمرات طماطم وثمرتين من الفلفل الحراق الحامي ومعلقه بابريكا واربع كوبايات من مرق، اي مرق، مرق لحمه، مرق سمك، مرق فراخ، مفيش مشكله. هقول تاني المقادير علشان خاطر الشوربه دي حلوه قوي ولازم تركزوا في عملها عشان طعمها حلو قوي. عندي نص كيلو من بلح البحر، نص كيلو من بلح البحر، عندي كمان بصلتين متقطعين شرايح، وعندنا معلقه زعتر وثلاث ثمرات فلفل احمر رومي، شلنا البذر وشلنا الراس بتاعته وقطعناه شرايح، وعندي كمان ثلاث معالق خل وثلاث ثمرات طماطم مبشورين وقرنين فلفل حامي، يعني ثمرتين فلفل حامي ومعلقه بابريكا واربع كوبايات مرق، اربع كوبايات من المرق. اول حاجه هنعملها هنجيب حته زبده هنا لان الموضوع ده فيه شويه تكنيك، وبعد كده هنحط البصل او نحط البصل ما عدا شويه صغيرين، هقول لكم ليه دلوقتي. اهو هخلي بس حوالي ربع بصلايه كده، ونقلب البصل يتشوح مع الزبده اهو. خليني اعمله لكم في حاجه اوسع عشان خاطر تشوفوا معايا اهو، وخلي الكزرونه دي هوريها لكم دلوقتي عشان انا هحط فيها الخليط بتاعي دلوقتي تاني. الله يكرمك يا مجد، انا عارف ان كانت مضايقاك الكزرونه. الكزرول بالفرنساوي اسمها كازارول. رولا مش رولا، بتاعت حاجه ثانيه. البصل كده اهو بندبله خالص، وبعدين هنحط عليه نص كميه الزعتر، وبعدين نحط عليه الفلفل الحامي والفلفل الاحمر، ونقلب كل ده مع بعضه زي ما قلت علشان خاطر يديني شويه يطرى، يعني يطرى شويه. هقول تاني. عفوا، فلفل حامي حامي. حطينا البصل، حطينا الفلفل، حطينا عليه الزعتر، وبنقلب لغايه ما يدبل معايا، وبعدين هنجيب غطا نكمره شويه. ليه؟ لان عايزه يبقى طري، مش مستوي لكن طري، يعني ميته او البخار بتاعه ده نكمره فيه شويه. تاني هذكركم علشان خاطر احنا مع بعض كده هنحط غطا نكمره شويه عشان يحتفظ بالبخار بتاعه اهو. وفي نفس الوقت هنعمل ايه؟ هقول لكم. هناخد مرق نحطه في كزرونه الثانيه دي اللي احنا طلعناها عشان يغلي معايا عشان نستغل وقتنا. وبعدين هنيجي نعمل ايه بقى؟ نحط الزعتر على بلح البحر، على فاكرين معلقه البصل او ربع البصلايه اللي احنا سيبناه. جميل، واحده واحده مع بعض كده بقى. هنا بعد ما كمرنا البصل مع الفلفل مع الزعتر والفلفل الحامي شويه، هديله الخل، اطفيه بالخل ونقلبه كده برضو كويس. وبعدين اول ما يوصل معايا لدرجه الطراوه اللي انا شايفها دي، نحط عليه كده الطماطم، وناخد كمية من المرق السخن اللي عندنا نحطها عليه على بال ما المرق ده يغلي، واسيبها تغلي شوية معايا. يعني ايه تغلي؟ يعني انا عايز ده يستوي، بس زي ما قلت مش عايزه يبقى محمر، مش عايز لا الفلفل ولا البصل يتحرق معايا، كله يبقى ني في ني اهو. هسيبه يغلي معايا، ونديله البابريكا ونسيبه على النار. اول ما انا شايف المرق بتاعي بدأ يغلي اهو،
اهو هنعمل ايه؟ هوريكم دلوقتي كله مع بعض. ده بيغلي وده بيغلي. هنفضي الكازرونه دي، هنفضي الخليط بتاعنا في الكازرونه وهي بتغلي عشان يكمل تسويته. انا عايزه كله يستوي مع بعضه علشان حاجه دلوقتي اضربه بالهاند بلندر يبقى زي البيوري كله مع بعضه ويكمل تسويته مع المرق بتاعنا. وفي نفس الطاسه اللي انا حطيتها دي هنشوح بلح البحر عشان نشوف عامل ايه. كده المرقه غليت اهي، وهنا بيغلي، نحط ده على ده. شفتوا بقى الفكره ان انا سويت ده لوحده وده لوحده ليه؟ علشان احصل على اخد وقت قليل، يعني اخد وقت اقل من اللي احنا بنستعمله دايما، ونسيبه يغلي. هنا بقى هنحط حته زبده تاني وننزل عليه بالزعتر مع بلح البحر، ونديله بقى رشه الملح ورشه الفلفل، ونغطي عليه يا ام حماده لغايه ما ايه ياخد شويه سوا معانا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع سيادتك ام حماده من اسيوط. اهلا بيك يا ام حماده، اهلا بيك وباهل اسيوط. الله ينور عليك، الله الحاجات اللي بتعملها. اشكرك، ربنا يخليك. يا ريت توطي التلفزيون شويه عشان تقدر تسمعيني. انت مكانتك في قلوبنا، انت مكانتك في قلوبنا. يا رب يخليك يا ام حماده، الله يكرمك يا رب، ربنا يديك الصحه يا رب. امين يا رب العالمين. ممكن نمره سيادتك عايزاك في حاجه بسيطه جدا. تحت امرك، انا هحاول حضرتك بالكنترول يدولك رقم التليفون معاك يا استاذ ياسر، هيديك الرقم. تحت امرك. اشكرك على اتصالك وعلى كلامك الجميل. شايفين بقى كله بيغلي مع بعضه، واللون اللي انا بقول عليه اهو، طماطم مع الفلفل مع الزعتر مع الفلفل الحامي مع البصل. هنجيب كده، هنغير الاماكن يا مجدي اهو هنا، ونجيب الهاند بلندر علشان خاطر نضرب ده يطحن معانا. شايفين؟ يبقى انا عملت الشوربه بتاعتي بعد ما حطيت كل المقادير مع بعض. اول ما احس ان دابت خالص، عايزين تضربوه في الخلاط مفيش مشكله، لكن انا حبيت اعمله كده وهو على النار لسه علشان خاطر لسه هنحطه في خلاط ونرجع تاني. شايفين بقت كلها لون واحد، كلها مخفوقه زي ما انتم شايفين. هنرفع ده بقى كده، نركنه على جنب عشان احتمال احتاجه تاني، ونرجعه على النار. هنا هوريكم بقى بلح البحر. انا حطيت بلح البحر بدون اي اضافات غير ملح وفلفل وشويه زعتر اهو. كله اتفتح معايا، كله اتفتح معايا. اللي ما تتفتحش مباشره اخدها ارميها بدون ما افتحها. اقول تاني، بلح البحر كله متفتح معانا اهو، اللي ما يتفتحش معانا على طول زي ما انتم شايفين اخده ارميها على طول اللي مش متفتحه. في حاجه تانية ملحوظه هقولها، ان نزل ميه اهي، شايفين في ميه نزلت معانا اهي، مش هرميها، اخدها احطها على الشوربه ونحط كل بلح البحر يغلي مع بعضه، ولما نرجع نغرف لكم الطبق او نغرفه في الفاصل مفيش مشكله. هنستاذنكم ناخد فاصل سريع، وبعد الفاصل هنعمل نوع من اللحمه الضاني ستيك، ازاي هقول لكم عليه لما نرجع، خليكم معانا. انا لحضراتكم بعد الفاصل. ده شكل الطبق بتاعنا، بلح البحر او شوربه بلح البحر بالفلفل. مكوناتها حلوه جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي، يا ريت تجربوها. تعالوا بقى نعمل الطبق الثاني، وهو ستيك اللحمه الضاني المشوي. عارفين اللحمه الضاني طبعا، كلنا عارفينها. انا الفكره بتاعتي جبتها ان انا قطعت شرائح الفخده الضاني زي الستيك، بمعنى ان انا رحت في السوبر ماركت كبير مفيش داعي لذكر اسمه، دخلت للجزار، هم عندهم مناشير بتقطع تعمل السبوكه وتعمل الحاجات دي. قلت له هات لي فخده، وقطعتها شرايح بسمك 1.5 سم كلها، هتشوفوها دلوقتي. خدت منها 3 شرايح على قد الطبق بتاعي زي ما انتم شايفينها كده، هتلاقوا العظمه اهي بتاعه الفخده، وبعدين متقطعه شرايح بالسمك اللي انتم شايفينه ده اهو، 1.5 سم زي ما طلبت منه بالظبط. الراجل ما تاخرش قطعها لي. ده الفكره بتاعه اللحمه الضاني. فانا عندي 3 شرايح يطلعوا كيلو، بقى يطلعوا كيلو ونص، يطلعوا 3/4 زي ما يطلعوا. المهم عندي كمان 2 معلقة من زيت الزيتون، ومعلقه زعتر، ومعلقه بابريكا، و2 معلقة خل بلسمك، وفصين توم مفرومين، و2 معلقة صلصه طماطم، و0.5 كيلو من السبانخ، و2 معلقة زبده، وفصين توم مدقوقين، ورشه جوز الطيب، وكمان عندنا 0.5 كيلو من البطاطس. هقول لكم عملتها ازاي.
كل الحاجات دي في الطبق. اول حاجه عندي تاني ثلاث شرايح من لحم الضاني دي زي ما قلت لكم بسمك 1.5 سنتي وبعرض الفخده نفسها زي ما تطلع. كمان عندنا معلقتين من زيت الزيتون ومعلقه من الزعتر ومعلقه بابريكا ومعلقتين خل بلسمك وفصين ثوم، وعندي كمان معلقه صلصه طماطم، واخيرا نص كيلو من السبانخ ومعلقتين زبده وفصين ثوم مدقوقين، مش مدقوقين يعني مضغوطين كده، هوريهم لكم دلوقتي. وعندي كمان رشه جوزه الطيب ونص كيلو من البطاطس قطعتها مكعبات وحمرتها في زبده فقط لغايه ما خدت اللون اللي انا هقدمها معاه دلوقتي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب اللحمه عشان هتاخد وقت شويه معانا، ونجيب كل الخليط بتاعنا ده اللي هو مكونات صوص التتبيل، نقلبها مع بعض يا مدام محاسن. ايوه استاذنا، اهلا بيك يا فندم. اهلا شيف يوسف، ازي حضرتك؟ انا بخير طول ما انتم بخير، ربنا يخليك. صحه، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. طيب حضرتك عايزه بس اعرف اعمل الصبيط بعد اذنك. حاضر من عينيا. يعني عايزاه مقلي ولا عايزاه محشي ولا؟ لا مسلوق ومقلي. هو بيتسلق؟ لا ما بيتسلقش، مقلي على طول. هقول لك عليه مقلي على طول. حاضر، وان شاء الله الاسبوع ده هنعمل لكم كالاماري. انا ما بلاقي الكالاماري اللي هو البلدي، لازم اجيبه وان شاء الله نعمل لكم منه اكله كده محشي باسماك وسيفود ان شاء الله. هرجع اذكركم تاني وهقول لك على الصبيط المقلي او الكالاماري المقلي. حطيت هنا معلقه الصلصه مع الخل البلسمك والثوم وكمان البابريكا والزعتر فريش، وكمان هناخد معاها شويه ملح وشويه الفلفل وزيت الزيتون. يبقى احنا حطينا هنا اهو زي ما انتم شايفين كل مقادير التتبيل بتاعتي، اللي هي عباره عن زي ما قلت معلقه صلصه طماطم ومعلقه من الزعتر ومعلقه وفصين ثوم مفرومين ومعلقتين زيت زيتون ومعلقه بابريكا وملح وفلفل. قلبت كل الخليط مع بعضه، ونجيب طبق او بوله كبيره، ولا نجيب طبق احسن عشان يشوفوا الفرده يعني بنعمله ازاي. اهو انا بحب دايما تكونوا شايفين تفاصيل الحاجه. يعني هنجيب الطبق الكبير اهو، نحط فيه شرايح اللحمه بتاعتنا ونغطيها بالتتبيله دي ونلفها ببلاستيك وندخلها التلاجة على الاقل 3 اربع ساعه. تاني اهو نحط التتبيله بتاعتنا دي عليها اهو، ونسيبها في التتبيله دي زي ما قلت على الاقل 3 اربع ساعه. نقلبها الناحيه الثانيه. ليه بقى؟ عشان تتشرب من كل الخليط ده. خلي البلسمك هيفتح المسام معانا ويخلي النكهه حلوه جدا، وكمان زيت الزيتون مع التتبيله دي لو عايزين بعد كده تشووها على الشوايه او على الفحم هتبقى طعمها حكايه، وبعد كده تقدموها زي ما انتم عايزين. يعني انا هقدمها مع سبانخ وبطاطس، انتوا بقى تقدموها مع السلطات مع الحاجات اللي انتوا بتحبوها، مع بطاطس اللي هي البوم دي شامب المشويه زي ما تحبوا. هناخد كده بعد ما حطينا التتبيله، احنا قلنا نحطها ساعه الا ربع على الاقل في التتبيله، نجيب طاسه سخنه، طاسه سخنه شايفين بعد ما حطيناها في التتبيله كده، ونقوم حاطينها في الطاسه السخنه بدون اي اضافات زي ما قلت. عايزين تشوها على الفحم مفيش مشكله، عايزين تشوها في شوايه برده مفيش مشكله. اهو ناخد كده. يا استاذ عسكر، يا استاذ عسكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح يا عم؟ ازاي حضرتك يا حاج عسكر؟ اخبارك؟ انا بخير والله طول ما بسمع صوتك. الله يكرمك. كده بمناسبه شرب فاكهه البحر دي كده، عاوزين الصبيط بقى. هنقول دلوقتي الصبيط. حاضر، عشان جالنا عليه سؤال. حاضر. وعسكر على جميع انحاء الجمهوريه بتسلم عليك كلها. والله وانا ببعت لهم تحياتي وسلامي وكل سنه هم طيبين. بشكرك يا حاج عسكر على اتصالك. شايفين بقى هنسيبها تاخد اللون من هنا خالص، لون جريلد. عندكم شوايه اعملوا على الشوايه، عايزين تحطوها تحت الشوايه في الفرن، عايزين تشووها على الفحم مفيش مشكله. في نفس الوقت هناخد بقى الطاسه تبقى دي سخنه جدا، هتحرق معايا السبانخ فانا هبردها شويه. ليه؟ انا عارف اللي هيحصل لو حطيت عليها الزبده دلوقتي وهي سخنه، هتسيح الزبده وتتحرق وتحرق معايا السبانخ. شايفين انا بردتها، عشان كده الزبده
زي ما هي ما جرالهاش حاجة. يعني أنا بصيت، لما بصيت على الطاسة لقيتها بتطلع دخان، عرفت على طول مباشرة إن هي لو حطيت عليها الزبدة هتتحرق وبعدين هرميها. فلازم تبقوا صحيين للحكاية دي، إن أنتوا تركزوا في الحاجات اللي بتعملوها علشان خاطر ما تخسروش حاجاتكم. يعني شايفين أهو، هنولع بقى هنا السبانخ زي ما قلت لكم بدون أي حاجة، يا دوب الورق مغسول هيتشال كده يتحط كله على الزبدة، وعليها رشة جوزة الطيب، وعليها التوم اللي احنا قلنا عليه اللي هو يا دوب مضغوط، يعني ايه متقشر ومضغوط كده، انا عايز ريحة التوم ورشة جوزة الطيب اهي، رشة يعني بالإيد كده، شوية ملح وشوية فلفل، واسيب السبانخ تستوي مع بعضها كده زي ما احنا شايفين على النار. هقول تاني، شوية الملح وشوية الفلفل، أحلى سبانخ تاكلوها. أنا عاشق للسبانخ، أحبها جدا بالطريقة دي أهو، حتى لو بالصلصة الطماطم برضو عشان بحبها. دي بعد دقيقة هتلاقوها بقت شوية قد كده. نبص كده على اللحمة بتاعتنا أخبارها إيه؟ أهو شايف يا مجدي؟ بالهنا والشفا. شايف اللون؟ ده اللي احنا عايزينه. طبعا اللحمة الضاني لو كانت صغيرة ما بتاخدش وقت في التسوية، لو كانت صغيرة اللحمة ما بتاخدش وقت خالص في التسوية، هتشوفوها دلوقتي معانا بعد شوية هندخلها تحت الشواية تاخد لون معانا، وفي نفس الوقت احنا بنقلب السبانخ. البطاطس انا عملتها ازاي؟ طبعا مش عايز اقول لكم غير ان انا جبت البطاطس قطعتها مكعبات وشوحتها في زبدة مع شوية ملح. اه بس مش اكتر من كده، البطاطس جبتها قطعتها مكعبات وشوحتها في زبده مع شويه ملح فقط، انا عايزها تبقى كده يعني حاجه دي هتتحط على وش الاكله من فوق. يبقى انا عملت الحاجه بتاعتنا. لو انتوا بقى عايزين تعملوا لها صوص عشان يتقدم مع السبانخ ومع البطاطس، سهله قوي. في نفس الطاسه شايفين بقى بواقي التتبيله بتاعتنا، البواقي اهي هاخدها احطها في نفس الطاسه اهي اهي، انا ما رميتهاش، البواقي اللي باقي عندي دي اخدها في نفس الطاسه اللي انا سويت فيها واحطها، يا دوب تشم النار اقوم طافيها بشويه ميه او مرقه وادي لها حته زبده، يبقى عندي صوص طبيعي جاي من نفس المنتج بتاع التسويه. خلاص السبانخ اهي استوت، خدت قد ايه وقت واحنا مع بعض؟ خدت تقريبا من دقيقه لدقيقتين، خدت نكهتها اللي احنا قلنا عليها مع الزبده مع الثوم وبشرة جوزة الطيب، وهناخدها دلوقتي عشان نغرفها في الطبق. وأم بس نستأذنكم ناخد اللحمة عشان تكمل تسويتها، ندخلها الفرن شوية، ولما نرجع من الفاصل أنا هعمل شوية صوص بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها، لما نرجع من الفاصل هنشوف مع بعض الطبق بتاعنا نغرفه إزاي، ولكن بعد فاصل سريع. وبعد الفاصل هنعمل مع بعض السينابون بناء على اتصالات كتير قوي منكم، خليكم معانا محدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياة. مش اغرف غير اما نرجع وبعدين عملت الصوص زي ما قلت لكم، حطيت شويه بقيه المكونات عندي وحطيت عليهم شويه من الميه وغليتها لغايه ما تكثفت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اهو. هناخد شويه من الصوص ده نحطهم حوالين السبانخ كده، شايفين الشكل اهو. وبعد كده نروح نجيب اللحمه بتاعتنا، عارفين اللحمه المشويه ما بتاخدش وقت في التسويه، وخصوصا لو انتوا نقعينها زي ما انا قلت جوه التسبيله لمده ساعه الا ربع. ناخد شويه من البطاطس كده بشكل عشوائي، وبعدين عايزين بقى تحطوا قطعة، تحطوا قطعتين حسب ما انتوا عايزين، فوق السبانخ واحدة اهي، انا اعتقد ان واحدة كفاية يعني، انا دي تشبعني لكن متهيألي مجدي ما تشبعوش اهو. ونيجي نعمل ايه بقى؟ برضو شوية من الصوص ده على الوش مع اللحم بتاعنا بالهنا والشفا. بقى عايز اقول لكم حاجه كده من اللي انتم بتحبوا تطلعوا في البرد ده تروحوا تاكلوها في الفنادق والمطاعم، بس احنا عملناها لكم في البيت علشان خاطر تبقى حاجه سهله. ودي لعشاء اللحمه الضاني،
يعني في ناس كده زي حالاتي بيحبوا اللحمه الضاني، انا بحب اللحمه الضاني جدا اهو. حاجه زي ما بنقول، اتفضلي يا فاطمه. هنشيل دول وتعالوا بقى نروح نعمل السينابون. سينابون رولز. اول حاجه عندي من المعدن السينابون هو عباره عن نص كيلو عجينه، نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق اهو زي ما تحب. اول حاجه عندي نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق مكتوبه تقريبا غلط. نص كيلو من الدقيق، وعندي 100 جرام زبده، وكمان 3 معالق لبن باودر، 3 معالق لبن باودر، معلقه سكر باودر، ومعلقه خميره، وميه دافيه للعجين. تاني، نص كيلو من الدقيق، 3 معالق لبن باودر، معلقه سكر باودر، ومعلقه خميره، و100 جرام من الزبده، وميه دافيه للعجين، ميه دافيه للعجين. عملنا العجينه، نسيبها تتخمر، هتبقى معانا بالشكل ده، شايفينها اهو، ما رضيتش اشيلها، انا غطيتها ببلاستيك، شايفين طلعت معايا اهي اهو. يبقى احنا عملنا، انا بوريك كل شيء على الطبيعه، هنسيبها تتخمر تبقى بالشكل ده. تاني، مقادير العجينه الخمرانه قدامنا دي اللي شكلها ده، عباره عن نص كيلو من الدقيق عليه 3 معالق لبن باودر، معلقه خميره، معلقه سكر باودر، و100 جرام من الدقيق، وميه دافيه للعجن. يبقى احنا مش محتاجين نعجن العجينه دلوقتي، خلاص احنا عملنا العجينه وسيبناها تتخمر، لان لازم نسيبها تتخمر، هتبقى معانا بالشكل ده. بعد كده هيبقى عندي حشو، حشو داخلي عباره عن 100 جرام زبده، 100 جرام سكر، وحوالي 50 جرام من القرفه الناعمه. تاني، 100 جرام سكر، و100 جرام من الزبده، وكمان عندي 50 جرام من القرفه. ده الحشو. بعد ما نحشيها دلوقتي قدامكم كله على الطبيعه، هنعمل لها صوصات وهوريها لكم برضو قدامكم. هنجيب بس، هنحرك الاطباق بتاعتنا كده لورا شويه عشان هنشتغل هنا على الكانتر على طول اهو. هنيجي نجيب شويه دقيق علشان نفرد عليه بالراحه. شايفين العجينه متخمره ازاي، ولذلك ده اول تخمير، في تخمير تاني لسه هنعمله دلوقتي برضو، وهنقول لكم يقعد قد ايه. دي العجينه بشيلها اهي، امسك كده يا سعد، هناخد شويه من الدقيق. شايفين العجينه عامله ازاي؟ حاجه يعني زي ما بنقول فاخره. ناخد شويه دقيق نرش، وبعدين نجيب المردانه بتاعتنا عشان نفردها مستطيل. نفردها ايه؟ تاني مستطيل. هقول تاني، بعد ما حطينا نص كيلو من الدقيق على 100 جرام زبده على 3 معالق لبن باودر، معلقه سكر باودر، ورشه ملح، وكمان معلقه من الخميره، نسيب ميه دافيه نعجن بيها، ونسيب ده يتخمر معانا، يطلع معانا بالشكل ده. نفردها مستطيل. اول ما توصل للشكل اللي انا عايزه بتاع المستطيل، مش هفرد بالعرض، يعني انا اول ما توصل معايا لعرض المستطيل مش هفرد بالعرض، هلفها وافردها بالطول لغايه ما توصل للي انا عايزه. يعني هوريكم دلوقتي، مستطيل بيبقى تقريبا 50 سنتي في 60 في 70 زي ما انتوا عايزين. شايفين اهو، كل شويه بطول المستطيل، والعجينه عشان مخدومه صح ومفروده صح بتفرد معايا بالقدر اللي انا عايزه اهو. جميل، هنلفها بقى كده تبقى بالعرض. جميل، بقت عندي مستطيل اهو زي ما انا عايز. هدوس على الحته دي شويه بس تفرد معايا، يبقى انا كده عندي المستطيل بتاعي. هناخد بقى هنا السكر والقرفه والزبده ونقلبهم مع بعض، ويا ريت تكون الزبده زي ما بقول بدرجه حراره الغرفه او المطبخ. سكر، قرفه، دي طريقه. عايزين تحطوا الزبده الاول على العجينه وتفردوا عليها، ترشوا عليها السكر وترشوا عليها القرفه، دي طريقه. يعني كل اللي انتوا عايزينه في ايديكم. انا بقلب كله مع بعضه عشان يعمل خليط متجانس اهو. شايفين بقت عجينه اهي، وهنجيب سباتول كبير علشان نفرد دلوقتي فوق العجينه دي القرفه مع السكر مع الزبده. يبقى احنا كده واحده واحده زي ما قلنا اهو.
لازم تكون الزبده دي بدرجه حراره الغرفه. ليه؟ او المطبخ، علشان خاطر لما اجي ادعكها كده مع القرفه والسكر تتفرد معايا سهله. وهنحطها هنا ونفرد بالاسباتول كده على العجينه. طبعا احنا عندنا التكييف عالي هنا، فعلى طول بيخلي الزبده تتجمد. شايفين؟ نفرد على العجينه كلها لغايه ما توصل، يبقى كل حته فيها سكر وزبده وقرفه. بالراحه معاها اهو. واخيرا هناخدها بقى بعد ما فردناها كده نلفها الرولز. بالراحه، نبدا من اول حته كده، بقت عندي رولز. نجيب سكينه ونقطع كده، هنجيبها هنا، ناخد الحته دي اللي حروفها زهره دي نركنها على جنب، وبعدين حوالي 6 سنتي 6 سنتي، واجيب صينيه تاني. اعمل ايه؟ اجيب، شايفين الحرف بتاع اللي فوق ده، الحرف اللي فوق اجيبه تحت، اسكنه تحت، علشان اما اجي احطها كده واضغطها شويه ما يفردش معايا حتى وهي بتستوي. تاني اهي، الحرف اللي فوق ده اهو، اهو شايفين انا موقفها اهي، وقفها، اجيب الحرف اللي فوق ده اخليه تحت كده واسكنها واضغط عليها. ما تخافوش مش هتفرد معاكم. وبعدين برضو هنكرر نفس العمليه وناخدها يا استاذه منال. صباح الخير يا شيف. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا لسه بس رحت اعمل حاجه وجيت لقيت حضرتك عملت العجينه، ممكن عشان حضرتك كده مشيتي وسبتيني. والله رحت اعمل حاجه وجيت لقيت ما ينفعش طبعا. لكن عادي انا هسامحك المره دي. معلش دي اخر مره. هقول لك عملناها ازاي. حاضر، من عينيا. لو سمحت وتنزل لي المقادير لو تكرمت. من عينيا. حاضر، هنزل المقادير تاني يا مجدي من فضلك، عشان خاطر في اعتذار رسمي اهو. وبعدين هنسيب ده، الزيادات دي ممكن اعملها برضو ما فيش مشكله. هسيب دي تتخمر شويه كمان، تقريبا ربع ساعه، تقريبا ربع ساعه في مكان دافي، وبعد كده ادخلها الفرن تستوي. واول ما هتستوي هقول لكم هنعمل ايه، بس بعد ما ننزل المقادير دلوقتي. العجينه كانت نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق، 3 معالق لبن باودر، 100 جرام زبده، ومعلقه خميره، ومعلقه سكر باودر، ورشه ملح صغيره، وميه دافنه كملنا، ميه دافيه كملنا بيها العجينه، وسبناها تتخمر، تاخد تخمير في البرد اللي احنا فيه ده تقريبا ساعه. بعد كده باخدها افردها واحط الحشو بتاعنا اللي هو كان 100 جرام من الزبده و100 جرام من السكر العادي اللي هو السنترفيش، و50 جرام من السينامون او القرفه الناعمه، وافردها فيها والفها رول واقطعها سمك تقريبا 6 سم 5 سم زي ما انتم عايزين، واجيب الحته اللي فوق دي احطها تحت زي ما حطينا واسيبها تتخمر تحت، تاخد وقتها في التخمير شويه مش كتير، وبعد كده ادخلها الفرن تستوي ونعمل لها صوصات. هقول الصوصات ولما نرجع نطلعها ونحط قدامكم الصوصات بتاعتنا. ده صوص شوكولاته. صوص الشوكولاته ازاي؟ نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن على النار، اول ما يغلوا احط عليهم تقريبا كوبايه، كوبايه وربع من الشوكولاته القطع. تاني نص كوبايه، هقول بالجرامات، ماشي حاضر من عينيا، هنحط نص تمن لتر يعني 125 مللي من اللبن و125 مللي من الزيت على النار، يغلوا احط عليهم 300 جرام من الشوكولاته، يبقى عندي كده صوص الشوكولاته. وبعدين الكراميل تاني قدامكم عباره عن كوبايه سكر، كوبايه سكر، اول شايفين التجميد اهو، كوبايه سكر اول ما احطها على النار وتعمل معايا كراميل لونه ذهبي، انزل عليها بثلاث ارباع كوبايه من الكريمه واشيلها من النار، ادوبها واغليها غلوه واطلعها تبقى معايا بالشكل ده. وهنقدم معاه عين جمل محمص، وصوص بقى التشيز اختراع جديد بقى اهو لعشاق الصوص بتاع الجبنه. كوبايه سكر باودر وربع كيلو من الجبنه البيضاء ملح خفيف ومعلقه عصير ليمون. هقول تاني، كوبايه سكر باودر وربع كيلو من الجبنه ملح خفيف وكمان معلقه عصير ليمون، وده اختراع بتاع يسري، جربوها هيعجبكم جدا. بعد الفاصل هنطلع السينامون ونحط عليه الصوصات، ولكن بعد فاصل قصير. بعد ما السينابون استوى بنحط عليه كده صوص الشوكولاته، نغرقه كده صوص الشوكولاته. انا كنت هحط على كله وبعدين مجدي قال لي استنى
عشان نوري لحضراتكم شكل الصوص وهو نازل كده عشان نشوقكم اكتر. شوقنا وناخد صح يا مجدي. بعد كده عندي هنا الكراميل، هنحط كراميل، واحنا طبعا عندي الجوز او عين الجمل المجروش المحمص هنحطه عليه. عايزين تحطوا تحتيه الاول وبعد كده تغطوا بال يعني كده شويه اهو، لكن انا بحبه يبقى كده صح يعني زي ما انتم شايفين كده حي، لكن برضو لو حابين تغرقوا انا ما عنديش مانع يعني. برضو مجدي قال لي طب غرقها، قلت له حاضر اهو. وبعدين ده للصوص الاختراع، صوص الاختراع ده اللي هو صوص التشيز، عباره عن ربع كيلو من الجبنه، كوبايه سكر باودر، وعندي كمان معلقه عصير ليمون. طعم المزازه مع الجبنه مع السكر حكايه، جربوا يعني. انا دايما اما بخترع حاجه كده ولا بشوف حاجه تعجبني بقول لكم عليها، انا نفسي تجربوها وانتوا اصحاب الشأن. انا عامل ثلاث اطباق اهم مختلفين، بنفضي كده، ده الجلاسيه ده طعمه هيبقى حلو قوي، طعمه حكايه. ويستحسن السينابون طالع سخن تديله الصوصات دي ويتاكل وهو سخن، وخصوصا في الجو البرد ده بالهنا والشفا اهو. عندنا طبعا اسئله ومنتظرين تليفوناتكم على التليفون اللي بيظهر قدامكم على الشاشه. هنشيل كل الحاجات دي وهنعمل بس كده بالعرض زي ما بنقول عشان تشوفوا ثلاث اشكال مختلفين، هنا وهنا وهنا اهو. اي خدمه يا مجدي، معلش. معلش عارفين انا بعتذر عشان خاطر كنت جايب كلوز كده، كان جاي كلوز من الكاميرا، فمعلش معلش 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 معلش. هنجاوب على الصبيت المقلي. الصبيت المقلي هو عباره بنجيب الصبيت نقطعه نغسله كويس قوي، لو كان بلدي بيبقى فيه في العينين وجوه فيه كيس لونه اسمر، لونه اسمر، فاحنا لازم نشيل الكيس ده بحرص عشان ما يخليش الصبيت لونه غامق معانا، وكمان ناخد قشره حمراء كده عليه نشيلها. وفي كمان انا عايز شويه مكسرات على ده كمان، اشمعنى ده يعني؟ ما عندناش حاجه فقيره يعني، كله زي الفل. شكرا، الله يخليك يا مجدي. خلاص غسلناه كويس قوي ونسيبه يتصفى. وبعد كده في طريقتين لتحمير الصبيت او الكالاماري او الحبار زي ما انتوا عايزين سموه. اديله فص توم وشويه كمون وعصير ليمونه صغيره ورشه ملح صغيره. ليه رشه ملح صغيره؟ رشه ملح صغيره علشان خاطر لو حطيته ملح كتير الصبيت بيشرب الملح فبيبقى مالح زياده عن اللزوم. ففي الاخر خالص اديله رشه الملح. بعد كده هنعفره بالدقيق ونحمره. دي طريقه. في طريقه ثانيه ان احنا هنحطه في الدقيق وبعدين بيض ولبن وبعدين بقسماط يطلع معانا صبيت معتبر بالهنا والشفا. في طريقه جديده بقى اللي هي بعجينه الطنبوره. عجينه الطنبوره دي عباره عن بياض بيضتين وكوبايه من الدقيق ومعلقتين كورن فلاور وشويه من الملح. ممكن تدوا لها نكهات اللي انتوا عايزينها جواها وتغطسوا في العجينه دي وتحطوه برده هيتحمر يبقى حلو قوي. كده احنا جاوبنا على الصبيت. كان جالنا سؤال كمان عن عجينه السينابون في الفاصل. هي عباره عن نص كيلو، نص كيلو من الدقيق، ثلاث معالق لبن باودر، ومعلقه خميره، وكمان معلقه من السكر الباودر، ورشه ملح صغيره، و100 جرام من الزبده. كل ده بخفقه مع بعضه في الخلاط وبعد كده في المكنه، وبعد كده انزل عليه بشويه صغيره من الميه الدافيه لغايه ما تلم معايا العجينه. اسيبه تتخمر، اسيبها تتخمر في البرد زي ما قلت في الجو الشتاء دوت حوالي ساعه. بعد كده اطلعها افردها واجيب 100 جرام من السكر و100 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، اخلطهم مع بعض مع معلقتين كبار من القرفه، وامسحهم كده في قلب العجينه والفوم رولز وادخلهم يتخمروا. شايفين اللي احنا حاطينهم يتخمروا بقى شكلهم قدامكم اهو، شايفين يعني كل حاجه قدامكم على الطبيعه. شايفين بدا التخمير اهو، التخمير بدا يظهر معايا، بدات تنفش من الجناب كده. ممكن ندخلها واحنا مطمئنين في الفرن. بعد ما بلفها رولز واقطعها زي ما انتم شايفين حوالي 6 سنتي، بحط لها بقطعها 6 سنتي، بدخلها الفرن على درجه حراره 200 لغايه ما تستوي معايا. وبعد ما تستوي بطلعها وهي سخنه احط لها صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته كان عباره عن ايه؟ نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، و300 جرام شوكولاته قطع.
اول ما يغلي اللبن مع الزيت على النار بقوم نازل عليه بالشوكولاته وشايله من على النار ومقلب لغايه ما يدوب معايا يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكراميل او صوص الكراميل عباره عن كوبايه سكر على النار مع معلقه ميه بالنسبه لكم انتوا عشان خاطر ما يتحرقش معانا. اول ما يوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده بقوم نازل عليه بتلات ارباع كوبايه من الكريمه بس بعيد عن النار، وبيبقى بتلاقوه تمسكت بسرعه. اول ما تتماسك معايا احطها على النار تاني مع تقليب على نار هاديه لغايه ما تغلي غلوه كده ولا اتنين، واشيلها اركنها على النار. بقت عندي صوص الكراميل جاهز نقدمه مع عين جمل او الجوز المحمص. صوص الاختراع بقى اللي هو الصوص اللي تشيز الابيض ده عباره عن ربع كيلو من الجبنه البيضاء ملح خفيف، ربع كيلو من الجبنه البيضاء ملح خفيف، وكوبايه سكر باودر حوالي 125 جرام او 140 جرام من السكر الباودر، وكمان عليهم معلقه عصير ليمون. قد ايه طعمه تحفه، عصير الليمون بيديله مزازه مع الجبنه مع الخليط ده، ما حدش بيعرف هو ايه المكون بس رائع، جربوه. احنا كده جاوبنا على كل الاسئله. ناخد معانا مدام سميره. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا شيفي. اهلا بيك حضرتك. الله يخليك يا رب. ازاي حضرتك؟ انا بخير والله. يا رب. طول ما انتم بخير ربنا يخليك. كلك ذوق والله يا شيخ يوسف، تسلم ايديك وعليك. اشكرك اشكرك، ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك يا رب. بس انا ليه عندك طلب والنبي تقوله لي؟ تؤمري؟ اصل انا قربت اتجنن. لا يا فندم، ده الشرع على حضرتك. ربنا يخليك. انا عايزك تقول لي طريقه عمل البقيه. ايه يا فندم؟ انت مره قلتها. الايه؟ وانا عملتها في نفس اليوم وبعد كده اتمسحت. طب هي ايه؟ ايه؟ عجينه؟ وانا بس بسال حضرتك السؤال ايه؟ طريقه عمل البالميه. البانيه؟ البالميه. 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 اه حاضر. البالميه. آه. البالميه النضاره. النضاره. حاضر من عينيا. البالميه سهل قوي. لو عندنا عجينه ملفيه جاهزه مفيش مشكله، ما عندناش بنجيب الموجوده في السوق وبنفردها بسمك نص سنتي، بنفرد عجينه الملفيه بسمك نص سنتي بس، واحنا بنفردها بنفردها مش على دقيق، بنفردها على سكر ونديها سكر من على الوش. يعني ايه؟ يعني انا بجيب العجينه اهي، احط سكر في الارضيه واحط العجينه عليه واحط سكر تاني وافرد وارش سكر تحت وسكر فوق تاني، كاني برش دقيق فوق وتحت. عجينه تاني، عجينه ملفي، وانا بفردها بحط سكر تحت وسكر فوق، ركزوا معايا في الحته دي. وبعد كده وانا بفردها كده، احنا ما عملناهوش بقالنا كتير، ممكن نعمله قريب بقى. بفردها على سكر من فوق ومن تحت، كل ما السكر بيخلص ادي لها سكر تاني فوق وتحت. بعد ما بتخلص بلفها رولز من الناحيه دي ورولز من الناحيه الثانيه، الاثنين قد بعض لغايه ما يوصلوا، يبقى دايره من هنا ودايره من هنا، بتبقى عامله زي النضاره. واخدها اقطعها بسمك 1 سنتي واحطها في الصينيه بتاعتي وادخلها الفرن تستوي، هتطلع عجينه بالميه او هتطلع بالميه احلى بالميه. هناخد معانا اتصال يا مدام هيام. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك يا شيف، واجمل واحلى شيف في الدنيا ما شافت عينيا. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. بجد والله ربنا يخليك لاولادك، انا بدعي لك. الله يخليك. لان ما شاء الله معلوماتك يا شيف بتخش قلوبنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد والله لله. والله العظيم انا عارف يا شيف، انا ماسكه القلم والاجنده قاعده بكتب كل كلمه كلمه تقولها حضرتك. يا رب يخليك يا رب. الله يخليك. والله بجد يا شيف انا احييك وربنا يديك الصحه وما نتحرمش من وقفتك دي، ربنا يخليك ودايما منور قناه الحياه. يا رب يخليك يا مدام هيام، وربنا يجعلنا دايما عند حسن ظن حضراتكم، ربنا يكلمك. عايز اقول بس معلومه بسيطه، الموضوع مش زي ما يعني مش سهل، يعني الموضوع بصراحه انا عامه بحب دايما اجيب لكم كل جديد موجود، كل الجديد اللي انتم بتسمعوا عنه او اللي ممكن تشوفوه في اي دوله هتلاقوه موجود ان شاء الله عندنا. زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات، والله انا كنت مع دكتور ليندا فمش عارف ايه اللي جاب السيره، قلت لكم انا لغايه يوم الثلاث ما بكونش حضرت للاسبوع اللي جاي، بقعد بقى من الثلاث لغايه الجمعه. شايفين عارفين الولاده المتعثره؟ زي الولاده المتعثره بالظبط، يعني زعيق وتخبيط وتجربه وحاجات، كل ده علشان خاطر حضراتكم تستفادوا بالجديد دايما اللي هتلاقوه دايما عندنا في برنامج المطبخ على تلفزيون الحياه. وقتنا انتهى، وانا اسف ان اخدت منكم نص دقيقه دي، بس حبيت اقول لكم قد ايه الموضوع مش سهل يعني. انا بشكركم بس في سبيلكم كل شيء جميل، يعني في سبيلكم كل شيء رائع، انا ببقى سعيد وانا بعمل ده كله. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض، بكره اشوفكم في اليوم الطبي، هيكون معانا الدكتور احمد صبري، هيشرفنا ونورنا. بشكركم وسلام عليكم.